هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المطر؟ يجوز اذا وجد سبب والمطر يشق على الناس جاز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال بعض اهل العلم يجوز المغرب والعشاء فقط لان الظهر والعصر النهار ولا في مشقه، ولكن ليس هذا بجيد، المشقه حاصله حتى في النهار كان الشيء جيد والطرق متعبه من جهه الوحل، فانه يجوز للمسلمين الجمع. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينه، قال ابن عباس لئلا يحرج امته. قال بعض اهل العلم انه جمع على اجل الدحر في الاسواق، وقيل ان هناك مرضا عاما شق على الناس فجمع عليه الصلاه والسلام. فالحاصل اذا كان هناك مرض او مطر شديد فالذي به مرض يجوز له الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، او في السفر او في الامطار التي يشق على الناس. لا باس. نعم الوقت جميع. نعم المغرب والعشاء او كل اضعاف سواء كان في وقت الظهر او في وقت العصر، سواء كان في وقت المغرب او وقت العشاء، جمع تقديم وجمع تاخير.